يسأل جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: يرى في بعض المناطق عند الجنازة أنهم يحملون الميت على أكتافهم أو على الشاحنة ويحملونه بالأصوات. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عند خروجه من بيته إلى وصوله إلى المقبرة. هل هذا حرام أو حلال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا، وبينوا لنا الآيات والأحاديث التي تدل على الحكم، وفقكم الله. أما حمل الميت فالأفضل أن يكون على الأعناق، وأن يحمل إلى قبره على الأعناق إذا تيسر هذا، فإذا شق ذلك فلا مانع من حمله بالسيارة. وأما رفع الصوت بالتهليل والذكر مع الجنازة فهذا بدعة، هذا بدعة محرمة، لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. وإنما المشروع الدعاء للميت، بأن يدعو له المشيعون أفرادا، كل يدعو منفردا، لا بدعاء جماعي ولا بصوت مرتفع، وإنما يدعى له ويستغفر له. نعم. رغم وضوح الحكم الشرعي في هذه المسألة الشيخ صالح، إلا أنها تنتشر في كثير من بلدان عالمنا الإسلامي، هل من كلمة حول هذا جزاكم الله خيرا؟ الواجب السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين السنة في الجنائز بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فالواجب اتباع السنة في هذا، لأن يحمل الميت إلى قبره يشيعه المشيعون بدون رفع صوت وبدون إحداث أذكار غير مشروعة، ثم يوارى في قبره، وبعد تسوية التراب عليه يقوم عليه إخوانه المشيعون يقفون على قبره ويدعون له بالتثبيت واستغفرون له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا بعد الآن يسأل، وهذا بعد الفراغ من دفنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر ويدعو للميت ويستغفر له ويسأل له التثبيت. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينفع الميت ويثاب عليه الحي. أما البدع فلا خير فيها، لا للأحياء ولا للأموات، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ولم يقصر العلماء رحمهم الله من بيان أحكام الجنازة على ضوء الكتاب والسنة في كتب الفقه، في كتب الحديث، وفي الكتب المفردة.